السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد ما موضوع الفيديو لاحظ هنا في عندنا مثلا موقع الويب وي بيست تولز. اوكي لاحظ هذا الفيديو، انت ممكن تاخذ هذا الفيديو على صيغة على سبيل المثال الام بي 4 او الاو جي جي او الويب ام. لاحظ لو اخذت هذا المسار مثلا عملت له كوبي وجيت اعطيت هنا السورس، هذا هو المسار تمام، هذا هو المسار اللي راح يكون فيها مثلا هذا ايضا او جي جي. طبعا خلينا ناخذ الاو جي جي هذا كوبي ونضع الاو جي جي. كذلك ممكن انه ناخذ واحد اخر الويب موبايل او ويب موفي، هو اختصار للويب موفي. ممكن نغيرها في السورس. لاحظ في عندنا الويب ام، في عندنا الاو جي جي، في عندنا الام بي 4. خلينا نعمل هنا سيف، مفروض انه في المتصفح عندنا يشتغل بدون اي مشاكل. لو عملنا الريفرش لاحظ الان في عندنا no video with supporting and format MIM type. خلينا نشوف هنا او جي جي. اوكي هنا راح يكون الويب ام سيف. خلينا نشوف تمام هنا ليه ما بيعرضها، لازم في مشكلة. اوكي خلينا نمسح الاوديو او بقية الاوديو ما عندك مشكلة بي، بس هنا الفيديو مفروض ثلاث فيديوهات يطلع، بس عندك الفيديو الاول لاحظ لما اشغله بدأت تسمع الصوت. كذلك فيها الصوت، ممكن انه انا اخفض الصوت، ممكن انه انا امشي الفيديو اللي تلاحظ، ممكن اكبر الفيديو بالكامل تمام، ممكن اشغل الفيديو الثاني. لاحظ هذا ايضا فيديو الثاني، لاحظ بيشتغل عندي. ممكن امشي الفيديو شوي، لاحظ يحمل. طبعا هذا لو كان لوكال كان يكون، لاحظ كيف يشتغل. طيب اذا هنا طبعا هذا الام بي 3 ما بيشتغل، بس هنا عندنا نو فيديو وذ سبورت فورمات ام اي اي. ليش المفروض انه هذا يشتغل، هذا بالاسفل يشتغل. لاحظ اذا في عندك انت ال او جي جي، في عندك الام بي 4، هذا مفروض انه يشتغل. قاعد هذا اشتغل اوتوماتيكيا تمام. لاحظ لو عملنا ريفرش كيتس وركينج. خلينا نشوف هذا انسبكت اليمنت، ممكن انه نعمل انسبكت اليمنت عليها حتى نتأكد وين المشكلة. انه هذا هذا الام بي 4 ما بيشتغل. ليش؟ خلينا نعمل هنا كوبي، نجي نشوف الرابط بالضبط شو المشكلة. هل المشكلة المشكلة في الرابط نفسه تمام. اذا احنا عدنا لا توجد اي مشاكل في الام بي 4 تمام، لكن الرابط نفسه في مشكلة. بس لاحظ ان الاو جي جي والويب ام بيشتغل عندنا، يعني ممكن انه احنا نعمل امبيدد فيديو موجود في داخلها. ممكن طبعا هذا يفيد كثير للناس اللي مثلا تعمل محاضرات او شيء معين على سبيل المثال، بيفيدك انه تعمل دوراتك وتحفظها على شكل ام بي 4 او او جي جي، تحول فورمات الى او جي جي او ام بي 4 وممكن تعرضها في داخل صفحتك بدل انه يكون مثلا في اليوتيوب او مكان اخر. نوقف هنا، نكمل وياكم درس.